التدخين رؤية مختلفة. الكل يمكن سمع الكثير عن التدخين، وما أظنش أنه في واحد منكم من الجالسين بعرفش أنه التدخين مضر. مين ما بعرف أنه التدخين مضر؟ الكل بعرف. طيب اليوم رح نتناقش معاكم. أنا كنت بسأل الآن مدرسينكم إيش مستوياتكم العلمية، حكينا الحمد لله أنه كلياتكم تقريبا صف 12، أنه كلياتكم أو الغالب منكم علمي. لذلك رح نتكلم عن شيء مهم، شيء اسمه الدم. الكل عارف إيش هو الدم في الجسم، صح؟ في أهم من الدم في الجسم؟ ليش؟ إيش دور الدم؟ بنشط الجسم. طيب إيش كمان؟ نعم، الناقل الأساسي والأول في عملية في الجسم كله، صح؟ في جزء في الجسم ما بوصل له دم؟ في جزء؟ تخيل، ما في خلية من خلايا الجسم ما بوصلها الدم، صح؟ طيب إيش المشكلة؟ إيش دخل الدم في التدخين؟ الدم في جسم الإنسان حكينا إنه بدخل لكل خلية من خلايا الجسم. إيش وظيفته؟ حكينا إنه هذا الدم بدخل على الخلية، تخيلوا الخلية، بدخل على الخلية بأخذ كل شيء مش محتاجته الخلية، وبيعطيك كل شيء تحتاجه الخلية، صح؟ صح ولا لا؟ هذه الوظيفة الأساسية. طيب هذه الوظيفة من أهم الأشياء اللي بيعطيها الدم للخلية، إيش هو؟ الهواء. بس بالضبط إيش هو؟ الأكسجين. الهواء كلمة عامة اللي إحنا نتنفس. إذن اتفقنا على نقطة إنه الدم عنصر مهم جدا، وإنه الدم يدخل إلى كل خلية، وإنه الدم مسؤول عن نقل كل العناصر المهمة للخلايا، ومن أهم العناصر المهمة للخلايا إيش هو؟ الأكسجين. إيش وظيفة الأكسجين يا شباب؟ إيش وظيفة الأكسجين؟ يلا شباب العلمي، ها؟ عملية الحرق في غالب الخلايا يتم عن طريق الأكسجين. يعني ما في أكسجين ما في عملية حرق، ما في عملية استفادة من أي مادة من المواد اللي نستفيد منها من الجسم. اتفقنا على هذه النقاط؟ طيب الدم كيف بنتقل بالجسم؟ عن طريق إيش؟ عن طريق الشرايين والأوردة، صح؟ طيب مين المسؤول عن عملية النقل هذه؟ القلب. ممتاز. القلب بيعمل دورتين حتى ينقل الدم. إيش ضخ الدم؟ عن طريق دورتين. إيش اسمهم؟ لا الدورتين، الدورة الدموية الصغرى والدورة الدموية الكبرى. إيش هي الدورة الدموية الصغرى؟ أيوة، اللي هو القلب بضخ الدم بوم إلى الرئتين. الرئتين إيش تسوي؟ اسمع، عن طريق الشهيق نأخذ الهواء. الهواء هذا بيدخل للرئتين. الرئتين الآن مليئة بالدم. الدم بيبدأ يأخذ إيش؟ إيش يأخذ؟ الأكسجين، ويطلع إيش؟ ثاني أكسيد الكربون. اتفقنا؟ إذن الآن صارت عندنا الدورة الصغرى، بيرجع الدم محمل بالأكسجين، بيرجع وين؟ إلى القلب. القلب إيش راح يسوي؟ يضخ الدم المحمل بالأكسجين لوين؟ للجسم كلياته. تعالوا نراجع مع بعض، إيش الخلايا الآن وين حيروح الدم؟ حيروح للدماغ ولا لا يا شباب؟ الدم حيروح للدماغ ولا لا؟ حيروح للعينين، حيروح للجلد، للقلب، للرئتين، للعظم، للأجهزة التنفسية، الجهاز التناسلي، صح؟ طيب الآن اتفقنا على هذه الأمور، تخيلوا يا شباب الآن هذا الهواء اللي احنا بنتنفسه بدل ما يكون عبارة عن هواء يستفيد منه الدم ويأخذ الأكسجين، يكون بداله إيش؟ سيجارة، غليون، أرجيلة، سيجارة إلكترونية، أرجيلة، وأي شيء. تعالوا نتخيل مع بعض إيش حيصير. أول شيء، هذه السيجارة تحتوي على 4000 مادة سامة. متخيلين يا شباب؟ 4000 مادة سامة. طيب هذه 4000 مادة سامة من ضمنها أكثر من 150 مادة مسرطنة.
كنتوا تخيلوا هذه الأسعار أسماء أو هذه الأرقام؟ الأربع مواد الأربع آلاف مادة سامة ما راح نحكي فيها. حمسك بس ثلاث مواد سامة، بس ثلاث مواد. أول أكسيد الكربون، إيش وظيفة أول أكسيد الكربون؟ العلمي. ها؟ يطلع الأكسجين. أول أكسيد الكربون راح يعمل على تعطيل دورة الأكسجين. يعني إحنا محتاجين أكسجين. أول شيء إحنا بدل ما نتنفس أكسجين تنفسنا دخان، إذا قللنا الأكسجين. ثاني شيء من ضمن الدخان في أول أكسيد الكربون حيعطل دور الأكسجين القليل اللي دخل الجسم. إذا قلل الأكسجين اللي دخل عندنا في الجسم يا شباب إيش حيصير في الدم؟ إيش حيصير في الأعضاء؟ إيش حيصير في الخلايا؟ إيش حيصير في الجسم؟ طيب ثاني شيء النيكوتين. تخيلوا يا شباب معلومة يا شباب، تعرفوا مادة الهيروين؟ هل تعلم أن مادة النيكوتين بالإدمان يعني مفعولها بالإدمان أقوى من الهيروين؟ مفعول مادة النيكوتين على الإدمان أقوى من مفعول الهيروين. لذلك السيجارة الواحدة تحتوي على 1 إلى 1.5 ملي جرام من النيكوتين، يكفي لقتل الإنسان 40 إلى 60 ملي جرام من النيكوتين. تخيلوا؟ لذلك تجد الإنسان مجرد ما يحتاج إلى النيكوتين مدة مدة وجود النيكوتين في الجسم 20 دقيقة. يعني الإنسان لما يشرب سيجارة 20 دقيقة النيكوتين عمل عمايله، بعد 20 دقيقة بيبدأ النيكوتين يخف. بيحتاج الإنسان مرة ثانية ليش؟ إلى سيجارة أخرى. لا إرادياً، لأنه الجسم صار يحكي له ترى يا خف المادة اللي بعده، خفت المادة اللي بعده. وكل ما الإنسان أعطى الجسم كمية أكثر كل ما كان الجسم صار يحتاج إلى أكثر. طيب المادة الثالثة القطران. إيش هو القطران؟ باسم تاني إيش بيسموه القطران؟ ها؟ إيش؟ لا لا قطران قطران لا لا القطران إيش هو؟ إيش هو القطران؟ أيوة مادة سودة لزجة تسمى الزفتة. تسمى الزفتة. الزفتة الزفتة اللي ممكن جار هو نفسه. الزفتة الجار القطران هو نفسه. القطران هذا اللي كانوا يعيشوا في البادي أول، كان الجمل لما يصاب بالجرب يجيبوا الجمل يدهنوه مادة سودة لزجة. تخيل. يكفي أنه نعلم أنه هذه المادة ذكرت في القرآن. تخيلوا إيش ذكرت؟ أنه لباس أهل النار من قطران. تخيلوا لباس أهل النار من قطران. هذه المادة موجودة بالسيجارة، وهذه المادة اللي بتشوفها موجودة على الفلتر صار لونه أسود، هذه المادة حتدخل هنا في الرئتين وحتدخل للشعيرات الدموية. إيش حتسوي؟ قبل ما تسرطن حتيجي عند الشعيرات الدموية الدقيقة هذه وتلزق في الشعيرات الدموية، فحيبدأ في انسداد، فحيبدأ الإنسان هذا اللي صدره بدأ في قطران. إيش حيصير؟ سمعتوا القحة هذه؟ ليش؟ لأنه الجسم الرئتين بتحاول تطرد هذا المادة اللي ملزقة على جدران الشعيرات الدموية وجدران الأوردة وهكذا. طب لما الآن الشعيرات والأوردة والشرايين مغطى بالقطران، الدم كيف حيمشي؟ حيصير في انسياب في دوران الدم؟ لا، بما أنه صار في قطران وتسكرت الشعيرات الدموية صارت المشكلة وصارت المصيبة. لذلك 1 من 60 عنصر مسطر في الجسم في 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 السيجارة، أكثر من 60 عنصر، واحدة منهم القطران. بس هذه المواد الثلاثة لا، في حكينا أكثر من 4000، وهذه بعض هذه المواد المسرطنة اللي موجودة في جسم الإنسان، اللي موجودة عفوا في السيجارة. شوفوا هذه الصورة اللي شافها كثير منكم لكن ما استطاع يتخيل ويتوقع إنه السيجارة فيها مبيد حشري، فيها مواد داخلة في المبيدات الحشرية، وفيها مواد داخلة في المنظفات وفي الأدهنة وفي الصبوغ
وفي وقود الصواريخ، وفي الزرنيخ اللي هو السام والميثان وحامض الاستيك وقود الولع وكذا وكذا وكذا. هذه المواد كلها موجودة بالسيجارة. هذه المواد كلها احنا قاعدين ندخلها بإيش؟ بجسمنا، بإرادتنا ولا بغير إرادتنا؟ بإرادتنا. لا مو بس بإرادتنا، احنا ندفع فلوس علشان إيش؟ ندخل المواد السامة هذه إلى جسم الإنسان. طيب لما دخلت هذه المواد السامة إلى جسم الإنسان، تخيلوا هذه الصورة حقيقية يا شباب، وفي صور أكثر من هيك بكثير. لو تدخلوا على الإنترنت حتشوفوا هذه رئة، رئة إنسان مدخن اللي حكينا دخلت فيها القطران، دخل فيها المواد السامة وقلت فيها نسبة الأكسجين. شوفوا الرئة الصحيحة السليمة، شوفوا الرئة السليمة اللي رئتكم كلها إن شاء الله أفضل من هذه. هذه الرئة سليمة، هذا قلب سليم، وشوفوا هون إيش صار فيها. لذلك كثير من الناس بيسأل، طب ما في إنسان مدخن وما صار شيء له، هذا الكلام صحيح؟ لا. ليش؟ لأنك أنت ما شفت الرئتين عنده، ما شفت الشرايين عنده، ما شفت الأوعية الدموية عنده، ما شفت الأوردة عنده. هذه كلها متأثرة لكن إحنا مو عارفين ولا حاسين باللي هو حاسس فيه. لذلك لما نحكي الإنسان اللي بيدخن كان مقتل بنفسه. ليش؟ لأنه هو قاعد بيدخل هذه المواد كلها. ومثل ما حكينا كلياتنا أنه الكل متفق أنه المواد هذه سامة، وأنه المواد هذه قاتلة، وأنه المواد هذه ضارة، صح ولا لا؟ إذن هو يقتل بنفسه ولا لا؟ لكن المشكلة إيش اللي مخلي الإنسان يدخن بما أنه عارف كل هذه الأمور؟ ليش بيدخن؟ ها؟ المزاج. طب المزاج هذا من وين جاء؟ من الإدمان، صح؟ إذن هو نوع من الإدمان خلاه يعمل هذه الأمور كلياتها. لذلك إحنا ننصح هذا الإنسان أنه يقلع عن التدخين، لأن التدخين هو واحد من أهم الأسباب اللي تؤدي إلى الوفاة، وأكثر من 6 مليون شخص في العالم يموتوا في السرطان، وأكثر المرض الموجودة في هذه التدخين. وأضرار التدخين مثل ما عارفين أضرار كثيرة جدا من المادة وعلى الصحة وعلى المجتمع وغير ذلك. فانتبهوا من التدخين يا شباب، هذه توصيات مهمة جدا وهذه أمور مهمة جدا. العمر اللي أنتوا فيه مع الأمور اللي نتكلم فيها الكثيرة من الأخطار والمخاطر اللي موجودة حواليكم، احرصوا على صحتكم. وعلموا مثل ما حكيت لكم الأخوات القابلة كانوا أنه صحتكم ترى يا شباب أهم من أي شيء، أهم من كيف والمزاج والأمور الخفيفة هذه اللي بدكم إياها بسرعة. ولازم يصير في اتفاق عام كامل لجميع الناس على موضوع التدخين، كل واحد يدور على اللغة اللي بيعرفها. جزاكم الله خير.